دستور. يا سلطان عبد الحميد، ستندهش كثيرا بعد توقيع الخرائط. لدينا ليسقط السلطان ونحقق الحرية. ماذا يريد منا الإنجليز يا سلطان؟ الإنجليز يخططون للعبة ضمن لعبة. ينبغي أن أكون سلطانا بكل معنى الكلمة. لو قلت إن أخاك قد خان الدولة ومعي دليل، فهل تصدقين كلامي؟ إياكم ثم إياكم. إن كنت أنت مرتبطة بهذا القصر إلى هذا الحد، تخيلي حال المالكين الحقيقيين للقصر. يا سعادة دنياي، يا روحي، أنت تاج رأسي وبهجة قلبي. سلطاني ودولتي، كلمات الغزل هذه آخذها وأدفنها في قلبي وأنا أشمها.